القانون المقدم تو ما يختلفش ياسر على الأنظمة ولا اللي موجودة، الاقتصادات الموجودة، هو يعتبر اقتصاد رأسمالي، لأن التعاضديات اللي موجودة تو والتعاونيات الموجودة تو فيها رؤوس أموال، فيها ناس تمتلك عشرات الأسهم، وفيها ناس تمتلك الواحد منهم يمتلك ما عدا سهم أو اثنين. غدوة وقت اللي باش تولي داخلة في الاقتصاد التضامني الاجتماعي ينجم يتغول رأس المال ويشري جميع الأسهم، وبذلك يندثر الاقتصاد التضامني الاجتماعي. إذا كان الناس فعلا تحب تخدم وتحب توصل للاقتصاد التضامني الاجتماعي، هي القوانين منين تنبع؟ المفروض تنبع من التجارب. تجربة جملة اللي ما يختلفش عليها زوز أنها تجربة رائدة وتجربة ممتازة وحققت منوال تنموي جديد، يلزمها هي تكون الباز متاع التشريع، مش نشرعه على أساس نظري فقط، لأن النظري راه مش ديما صحيح، والنظري مش ديما النجم نطبقه. أنك باش تجيب تعاضديات وتعاونيات وتعمل من بيناتهم شراكة، هذا مش 100% باش ينجح، لأن الناس تو تحب التموقع الفردي، ما تحبش تتكتل، وصعيب. وحتى على افتراض ان باش نقف القوانين نتاع التعاونيات والتعاضديات ولن يحضر القانون الاقتصاد التضامن الاجتماعي، راه يحب له سنوات. الحاجه الاخرى حكاوي ياسر على التمويل. التمويل بالنسبه لتجربتنا احنا اذا كانت تتعمم التمويل موجود، البنوك موجوده. وقت اللي نقول البنوك موجوده ماهاش بنوك اللي تعرفوها، البنوك ان نخلي اللي عندنا هذاك بالنسبه لنا احنا بنك قادرين في عام نوفروا راس مال. الزيتون فيه في صابة عام ينجم يوفر راس مال، كيف الأشجار المثمرة وإلا الزراعات الكبرى، لأن الاقتصاد التضامني الاجتماعي إذا كان تبني على الأقل مبدئيا على مجال الفلاح، باش تشوف الناس أن راه ينجم يعمل حاجة، من بعد تالي نجم نمشوا للوحدات التعاضدية ولا حتى اللي مربوطة بالفلاح. أما بالطريقة هذه وبالقانون المقدم سواء نتاع رئاسة الحكومة أو الاتحاد، ما نصوراش أن باش يكون على المدى حتى القريب أن باش يكون ناجح أو ناجح، إذا كان تم المسابقة عليه بالصيغة اللي موجود عليها تو. احنا شوفي ما نعقدوش فيها كما يعقدوا فيها الخبراء والقانونيين وكل شيء. احنا عندنا طرح بسيط جدا، احنا حاجتنا بهيكل. الهيكل هذا أولا يكون مستثمر عند الحق في الاستثمار. الحاجة الثانية ما فماش مرابيح لطرف ما. الحاجة الثالثة أن المرابيح هذه تصرف إما في بنية تحتية أو في مشاريع تنموية أو في خلق استثمارات جديدة. هذا الطرح متاعنا في الاقتصاد الاجتماعي التضامن. ما فماش ربح، ما فماش تقسيم، بينما في المشروع اللي موجود تو فيه مرابيح، في الوحدة التعاضدية فيه مرابيح للمتعاضدين، في التعاونيات فيه مرابيح للمساهمين. مين باش يعملوها التنمية؟ أنا كي نولي مساهم في تعاضدية ما يساعدنيش أنا تعاضديتي تعطي مساهمات للبنية التحتية، لأن تنقص لي من المرابيح نتاعي والمضاربين كلها هكا باش يولوا. لكن هذا اقتصاد اقتصاد لازم يكون خاص. مش معناها خاص؟ معناها عنده ميزة أن ما فماش مرابيح. المرابيح دائما تصرف إما في الاستثمار أو للتنمية المحلية أو الجهوية. هذا في اعتقادي هو الاقتصاد التضامني الاجتماعي. زيادة عن ذلك رأس مالي.